الحب بالنسبه ليا بعدا ما كتحتفلش معاه غير ان كوبل ولا شي حاجه، ممكن تحتفل به مع لا فامي ديالك، ماماك باباك، وي في تحتفلت مع ماما بابا خويا صافي بيناتنا، اما ابار سا لا باقي صغيره باقي كنقرا. صراحه هذيك حريه شخصيه من حقهم، بالعكس عيد الحب نهار اللي يقدروا يتفكروا فيه الناس اللي كيبغيوهم وداك الشيء، بالعكس بالنسبه ليا شي حاجه اللي زوينه ملي كاين هذا النهار. والله لا اختي انا ما كنحتفلش بهاد الحب، الحب الناس اللي مجوجين ماشي ديال الدراري الصغار، حنا باقيين صغار ما عندناش فلوس، هذاك الشيء ديال الناس اللي كبار ومزوجين. هذا ما كان لا ما كنبغيت حتى واحد، كنبغي امي. لا ما كنحتفلش بهاد الحب حيت تو سامبلومون ماشي من المبادئ ديالي، كنشوفها انها واحد الثقافه اللي جات من الغرب، هي غربيه امتياز اولا ما عرفتش، المهم ماشي من المبادئ ديالنا. وملي جينا حنا تزادينا ما لقيناش والدينا كيحتفلوا به. الحب هو واحد الشعور ولا واحد الحاجه اللي كتكون دائمه، يعني دائمه هو واحد الركيزه اللي كيوقف عليها كتوقف عليها الحياه، ما يقدرش الانسان يستغنى على هذا الحب هذا، وبالتالي ما عندوش واحد لو طون اكزاكت ولا واحد الفتره زمنيه معينه اللي غادي تجي وغادي يخصص فيها الانسان الوقت باش يحتفل بها. لا ما كنحتفلش كاع، عمري ما احتفلت به. ما جاتنيش الفرصه ولا ما عرفتش، ما عمر ما كان عندي زعما شي بارتنر انا وياه وصافي، غير هادشي صافي اللي كاين. صراحه عمري احتفلت به اصلا. عيد الحب دار غير بوغ لي كوبل اللي ماغي، ماشي لي كوبل بحال هكا. لا ما كنحتفلش حيت ما كاينش الحب في هاد الوقت، كاين الحب ما كاينش الحب. لا حب الوالدين، و حب الوالده شي حاجه، شي كادو شي حاجه للوالده احسن، هذاك هو الحب. لا ما كاينش معايا والو صافي، حتى شكون ديك الساعه حتى واحد ايدك. لا 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 والو، حتى برا الجفاف وصافي.